نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 19واں پارا سورة الشعراء لسن نمبر 190 آیت 1268 انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک اللہ فیکم تو پر کون سی مت ہے مد اصلی ہے سین پر آپ دیکھ رہے ہیں سین کے آخر میں نون ٹھیک ہے اور میم کے سٹارٹ میں کیا آتا ہے میم ٹھیک ہے تو آپ جب دونوں کو جوڑیں گے تو سین کے آخر میں آپ کو کیا دکھائی دے گی تشدید جس وجہ سے سین کی مت کو ہم کیا کہیں گے مد لازم حرفی مثقل ٹھیک ہے اور میم کے اینڈ میں آپ کو اصلی سکون ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے میم آخر میں آ کے میم ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کون سی مد ہو جائے گی گڈ مد لازم حرفی مخفف درمیان میں دونوں جب سین اور میم مل رہے ہیں تو کون سا قاعدہ ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پر ٹو کاؤنٹس کا آپ غنہ کریں گے کلیئر ہے پہلے مد اصلی ہے تو پر سین پر مد لازم حرفی مثقل پھر اس کے بعد غنہ ہے پھر اس کے بعد مد لازم حرفی مخفف اور دونوں مدات جو لازم ہیں اس کی مقدار کیا ہے سکس کاؤنٹس ہے ٹھیک ہے غنہ کی مقدار ٹو کاؤنٹس تو میں جو الف مدہ ہے اس کی مقدار ٹو کاؤنٹس ٹھیک ہے کلیئر ہے ایک بار پھر سے پڑھ کے سنائیے گڈ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اچھا اپنی نارمل سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے اور مدات اور جتنے بھی غنہ ہیں ان کو آپ زیادہ بڑھائیں گے نہیں ٹھیک ہے پھر سے پڑھیے اس آیت کو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
الرحمن محدث إلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم الظالمين قوم فرعون أنئت القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق
فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا فرعون فقولا فقولا إنا رسول رب العالمين. أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا. ولبثت فينا من عمرك سنين. ولبثت فينا من عمرك سنين. ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت من لما خفتكم. ففررت منكم لما خفتكم. فوهب لي ربي حكما. فوهب لي ربي حكما. وجعلني من المرسلين. इस आयत को फिर से पढ़ेंगे और फरारतु, ठीक है, अच्छे से हरकात को अदा करेंगे फिर से. फवहबली, ठीक है, यहाँ पर भी हरकात को अच्छे से. इसी तरह वजअलनी, चार और तीन जहाँ जहाँ पर भी हरकात जबर के आ रही है इनको प्रॉपर पूरा
پرناؤنس کرنا ہے. چلیے پڑھیے. ففررتو گڈ بارک اللہ فیکم. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا 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 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أن عبدت بني إسرائيل أن عبدت بني إسرائيل. اب پڑھیے تمنوها ہے, ٹھیک ہے, نون پر زبر نہیں ہے, اس کو نشان لگائیے. تمنوها علی اور ان عبدت, یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا نا, ٹھیک ہے. تام ہوگا یا ناقص؟ تام ہوگا, ٹھیک ہے. دال یہاں پر سائلنٹ ہے. عبدت, پڑھیے تمنوها سے. فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق
إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر. قال للملأ حوله إن هذا لساحر. إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين.
ربي موسى وهارون. ربي موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فلسوف تعلمون. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين. ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير. قالوا لا ضير. إنا منقلبون. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أن أسر بعبادي إنكم تبعون. أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
قليلون. لشرذمة قليلون. لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم. كذلك. كذلك. وأورثناها بني إسرائيل. وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى أصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا. إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. أن اضرب بعصاك البحر. جی اگلا جو حصہ ہے اس میں کلمہ آ رہا ہے کل فرقن، ٹھیک ہے؟
آپ کو ہم نے پڑھایا ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک تو وہ قاعدہ بھی لاگو ہوگا, یعنی اس کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد جو حروف مستعلیہ آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے, تو یہاں پر ایک اور وجہ یہ شامل ہو گئی, اس وجہ سے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. میں اس کو پہلے پر پڑھوں گی پھر باریک پڑھوں گی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اس کو وصلن اور وقفن, یعنی اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں تب بھی دونوں جائز ہیں, اور اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں وصل کرتے ہیں تب بھی دونوں طرح سے جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق كالطود الطود العظيم. كل فرق كالطود العظيم. كل فرق كالطود العظيم. دونوں طریقے کلیئر ہیں, میں نے دو بار اسی لیے آپ کو پڑھا دیے. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کیجیے گا تو آپ کے سیٹ ہو جائے گا, اور جو بھی آپ ایک بھی مینٹین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آگے پڑھیں گے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. جی الحمد للہ, لیسن مکمل ہو گیا. آیت نمبر 64 میں دیکھیے, وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ہے, ٹھیک ہے, یہ ثَمَّ ہے, اور آج 66 میں دیکھیے ثما ہے. دونوں کے معنی میں فرق ہے, نشان لگائیے اس کو. لیسن طویل ہے اور مشکل بھی ہے, اس کو اچھے سے آپ کو پڑھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, اور جہاں پر بھی جو ورڈ مشکل لگتا ہے اس کو مارک کر لیں اور اس کو زیادہ مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, چلیں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الہی آمین.